إصلاح موضوع إنشائي حول محور حكايات وأساطير بالنسبة لتلاميذ السنة السابعة أساسي. أولا نبدأ بقراءة الموضوع. جدتك حكت لك حكاية خرافية. حين أقول حكاية خرافية يعني أنها حكاية من يعني غير حقيقية خيالية، فيها شخصيات عجيبة. شخصيات عجيبة أي شخصيات يعني من الخيال، مثل الماردي في علاء الدين والمصباح السحري. علاء الدين والمصباح السحري اللي هي القصة، يعني كما المارد في قصة علاء الدين والمصباح السحري، المارد في قصة علاء الدين والمصباح السحري اللي هي حكاية خرافية، هو شخصية عجيبة يعني. مع ذكر العبرة من القصة باش تذكر أو تبرز العبرة من القصة، يعني الدرس المستفيد من القصة. إذا نبدأ بالتحرير، نقوم بتحرير لهذا الموضوع الإصلاح. التحرير: في عالم مليء بالأسرار والأساطير، وفي زمن تتفتح فيه أبواب الخيال والسحر، نجد أنفسنا محاطين بقصص خرافية تنبض بالحكمة والجمال. ومن بين تلك القصص تبرز لنا قصة فريدة من نوعها، تحمل في طياتها أبطالا عجيبين يشبهون شخصية، ليس شخصيات، شخصية المارد في قصة علاء الدين والمصباح السحري، يتجسد فيها الأمل والتفاؤل. إنها قصة تأخذنا في رحلة ساحرة عبر عوالم الخيال والحقيقة، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك الشخصيات في متاهات من الغموض والإثارة، أو الإثارات ليس الإثارات، تولي الإثارات، تولي التاء مفتوحة. ومع كل لفة جديدة من هذه القصة الساحرة نكتشف دروسا عميقة، دروسا نقصد الدروس المستفادة أو العبر عن قوة الإيمان والصبر وضرورة الثقة بالنفس وبالآخرين. إنها قصة تجذب القلوب وتسحر العقول، تعلمنا كيف نحلم بعالم أفضل ونسعى جاهدين لتحقيق أحلامنا، دون أن ننسى أن السحر الحقيقي يكمن في قلوبنا وفي قدراتنا على إيمان صادق وصبر جميل. هنا تحدثنا عن قيمة القصة، وتحدثنا عن يعني مقدمة، تكون مقدمة يعني نوعا ما ثرية بالكلمات، يعني فيها تكون كلمات هكا باهية تخلي الأستاذ بتاعك يركز في المقدمة، لأن المقدمة بالنسبة لي أهم حاجة في التحرير بتاعك. والآن سوف نقوم يعني التحدث عن القصة وعن شخصيتها إلى غير ذلك. في عمق الزمن وعلى شفا حكايات جدتنا الحكيمة، تتلألأ قصة خرافية تمتزج فيها السحر والإيمان، حيث تستحضر الشخصيات العجيبة كما ذكر في الموضوع. نحن التزمنا هنا بالموضوع، ذكرنا الشخصيات العجيبة التي ذكرت في هذه القصة، وكلما تتبعنا خطى جدتنا في هذه الحكاية الساحرة نجد أنفسنا منغمسين في عالم من الخيال والحكمة. يعني هنا ذكرنا الخيال والحكمة في نفس الوقت، يعني الحكمة والخيال، هي قصة خيالية لكن يعني فيها حكمة، يعني تتلألأ فيها قصة خرافية تمتزج بين السحر والإيمان. يعني حين تكون الجدة تروي هذه القصة يكون الأطفال منغمسين في عالم من يعني عالم يكون بين شخصيات في الخيال، أي في عالم من الخيال والحكمة، حيث يتجسد الأمل في صورة صباح جديد ينبض بالحياة والإيمان، يحقق المعجزات كالسحر والصبر، يزرع الثمار الذهبية في حقول الحياة. يعني هنا وصف يعني يجب أن يكون ثريا جدا، يعني وهذا يكون بالمطالعة وكثرة المطالعة ليكون لديك معجم من الكلمات
الجميلة أو بالمفردات، يعني يكون بكثرة المطالعة ويتكون لديك معجم خاص بك يعني، وبذلك تنمي قدراتك خاصة في الإنشاء، لأن الإنشاء يعني فيه يلزمك توظف فيه العبارات الجميلة التي قرأتها في قصة كذا وكذا إلى آخره إلى غير ذلك. نغلق القوس ونرجع للموضوع متاعنا. إنها قصة تتحدث لنا بلغة الروح، يعني انظر كيف تحدث لك بلغة الروح. ما معنى بلغة الروح؟ بلغة الروح يعني هو يحس يعني كأنك تعيش تلك القصة وتنقلنا إلى أبعد حدود الخيال، يعني هذه القصة خيالية جدا محملة بدروس تبقى خالدة في ذاكرتنا. ماذا نقصد هنا بدروس تبقى خالدة في ذاكرتنا؟ يعني دروس مستفادة، يعني عبر حكم تبقى خالدة في ذاكرتنا، يعني تبقى راسخة في ذاكرتنا، يعني انها حكم وعبر تبقى راسخة في الذاكرة، لانها فعلا تكون يعني القصص الخيالية هي التي تأخذك الى ابعد مجال للخيال، يعني تكون يعني خيالية مثل هذه القصة الى غير ذلك من القصص التي تستطيعون مطالعتها. هناك الكثير من القصص الخيالية التي تأخذكم إلى أبعد مجال من الخيال، تذكرنا دوما بقوة الإيمان والصبر. يعني كلما نتذكر تلك الحكم، كلما نتذكر يعني تلك الدروس المستفادة، كلما نتذكر تلك العبر نتذكر دائما أو تذكرنا تلك الحكم دائما بقوة الإيمان والصبر وضرورة الثقة بأن كل شيء ممكن، يعني لا مستحيل، كل شيء ممكن في هذا العالم الساحر. يعني نحن لا نتحدث في الحقيقة كل شيء ممكن، يعني في هذا العالم الساحر. سوف ننتقل إلى موضوع ثاني يندرج ضمن محور حكايات وأساطير مع الإصلاح بالطبع، يخص تلاميذ السنة السابعة أساسي. سوف أقوم بقراءة الموضوع من ثم سوف أقوم بقراءة الإصلاح أو التحرير. الموضوع: عثرت في مكتب أبيك على كتاب مشوق يخوض فيه البطل مغامرة عجيبة في عالم سحري. يعني حين أتحدث عن عالم سحري أتحدث عن الخيال، أتحدث عن مجال واسع في الخيال وينتصر بفضل شجاعته وفطنه. أيضا حين أتحدث عن بطل المغامرة، يعني دائما القصص الخيالية تكون فيها يعني أحداث خيالية، شخصيات خيالية إلى غير ذلك، وفطنته على كائنات شريرة مرعبة تهدد أهل قريته. هنا الموضوع يعني يكمن فيه الخيال، يعني يلزمك تعمل تحرير يكون فيه يعني مجال واسع من الخيال. إذن المطلوب هذه المقطع، سوف أقرأ المطلوب: أسرد تفاصيل الحكاية مستخلصا العبرة. دائما يقول لك مستخلصا العبرة، هذه الحاجة اللي نحفظناها، يعني الدروس المستفادة منها في 15 سطرا، يعني لأن ربطك بعدد من الأسطر، يعني ما تفوتش 15 سطر. فما بعض متلامذة اللي يفوت 15 سطر، يعني يفوت يعمل 20-25 سطر، هذا يسمى عدم الالتزام بالمطلوب، خروج عن يعني المطلوب. يلزمك تلتزم بالمطلوب 15 سطر فقط، 17 سطر لو ماكس زادة، خطر ما إذا كان فوت 17 سطر راهو يسمى خروج عن الموضوع. إذا التحرير، دائما نقوم بمقدمة تبدأ جذابة كالعادة، ثرية فيها يعني جمل مختلفة على زملائك. نقرأ التحرير: في أتربة المكتب وسط عتمة الأجواء وجدت نفسك متلهفا ومتشوقا لاكتشاف سر هذا الكتاب الغامض. باهي بالنسبة لي أنا ما حكيتش على روحي، راني أحكيت عليك انت معناها، وانت تحب تنسب هذا التحرير لنفسك. ماذا تقول؟ تقول: في أتربة المكتب وسط عتمة الأجواء وجدت نفسي متلهفا ومتشوقا لاكتشاف سر هذا الكتاب الغامض الذي سيستقبلني بأوراقه القديمة وغلافه الممزق. إذا تبدأ توصف يعني تنسب هذا التحرير لنفسك.
في أتربة الكتب وسط عتمة الأجواء وجدت نفسك متلهفا ومتشوقا لاكتشاف سر هذا الكتاب الغامض الذي يستقبلك بأوراقه القديمة وغلافه الممزق، بينما تتحول الصفحات تحت أصابعك المتلهفة تنغمس في عالم سحري مليء بالخيال والمغامرات. هنا ماذا وصفت؟ وصفت يعني لهفة الشخص الذي يحب المطالعة، الذي يعني يكون متشوقا إلى مطالعة كتاب ما إلى آخره، مليء بالمغامرات أو مليء بالخيال والمغامرات الشيقة. يسلط الكتاب الضوء على شخصية بطل شجاع. ما معنى ماذا نقصد بيسلط الكتاب الضوء على شخصية بطل شجاع يخوض مغامرة عجيبة في عالم مليء بالألغاز والمخاطر؟ هنا التزمت بالموضوع، يعني انت حكيت على هذه الشخصية البطلة الشجاعة يعني التي لا تخاف، الذي يخوض مغامرة عجيبة في عالم مليء بالألغاز والمخاطر. بالألغاز والمخاطر يعني هنا نحكي على الخيال، يعني مانيش في حقيقة، حيث يواجه كائنات شريرة، ليس شريرة، شريرة مرعبة تهدد سلامة أهل قريته. وبينما يتلاحم البطل مع التحديات ويواجه الشر بشجاعة وفطنة، يعني هنايا نوصف فيه هو كيف يعني واجه الشر بشجاعة وفطنة إلى آخره، ينتصر في النهاية. يعني هناك هي كيما التزمت بالموضوع بالضبط، يعني لكن أثريت في الموضوع، أثريت في المقدمة، عملت جمل جذابة هكا، جمل ثرية نوعا ما. الموضوع هذا كان عمل خاص بي أنا، خدمته أنا، يعني كان ثري جدا، لأنه التخطيط للموضوع يجعلك يعني أو يجعل موضوعك ثري جدا، خاصة بالعبارات يعني الثرية، يبدأ عندك عبارات يعني يدل على أنه عندك معجم في رأسك، يعني معجم ثري يعني بالفرنسية لفوكابيلاغ، يبدأ يعني عندك معجم في رأسك. منين يجي هيك؟ يجي من المطالعة. علاش ديما ننصحكم، ديما نقولكم طالعوا حاولوا لوماكس، ديما طالعوا الكتب، خاصة الكتب باللغة العربية. ينتصر في النهاية بفضل إرادته القوية وعزيمته الصلبة. هذه القصة المشوقة ليست مجرد مغامرة ساحرة، هي ليست مجرد مغامرة، بل هي درس في الصمود والثبات، هي عبرة في الصمود والثبات. يعني كما طلب منك في الموضوع، هنا يجب أن تلتزم بالموضوع، طلب منك دروس مستفادة أو عبر. هنا بدأت في التحدث عن العبر، بل هي درس في الصمود والثبات. الصمود يعني الصبر، الصبر والعزيمة إلى آخره، وفي الإيمان بأن الخير دائما ينتصر على الشر، يعني دائما ينتصر الخير، دائما ينتصر على الشر، وأن الشجاعة والحكمة هما مفتاح النجاح. الشجاعة والحكمة هي يعني مفتاح النجاح. إذا كنت تحب تنجح يلزمك الشجاعة، تكون يعني شجاع، لا تكون جبان إلى غير ذلك. يعني الحكمة يعني تكون حكيم، هما مفتاح النجاح. مفتاح النجاح يعني الحاجات اللي تخليك تنجح في شنو؟ في مواجهة التحديات. إنها قصة تعلمنا، أها بديت بتعلمنا، تعلمنا بديت نحكي على العبارة وصي، يعني بديت هكا حليت كيما هكا الموضوع صغير هكا على العبر، وبعدك بديت نحكي في العبر. إنها قصة تعلمنا أنه في وسط الظلام يكمن الضوء، وفي قلوب الشجعان تنبت البذور الخالدة للأمل والنصر. ديما نحاول نعمل خاتمة فيها جمل مزيانة كما الجملة هذه اللي عملناها. إنها قصة تعلمنا أنه في وسط الظلام يكمن الضوء، وفي قلوب الشجعان تنبت البذور. يعني ماذا نقصد بالبذور الخالدة للأمل والنصر؟ يعني القلوب الشجاعة، الشخص الشجاع يكون في يعني تكون في قلوبهم الأمل والنصر، تنبت يعني تنبت البذور الخالدة للأمل والنصر.
به. هذا كان بالنسبة للموضوع الإنشائي الأول والموضوع الإنشائي الثاني، زوز إصلاح متاع زوز مواضيع خدمتها لكم. نواصل مع الموضوع الثالث. نبدأ أولا بقراءة الموضوع وتقسيمه إلى معطى ومطلوب. الموضوع: من بين الحكايات التي روتها لك جدتك، واحدة أبهرتك بشخصياتها الخيالية وأحداثها العجيبة، أروي هذه الحكاية مبرزا العبرة منها، مستعملا أسلوبا سرديا مغنا بالوصف والحوار. نلاحظ هنا شيئا قد تكرر في عديد المواضيع، وهو مبرزا العبرة، يعني أذكر العبرة، يعني دائما نذكر العبرة من القصة. مستعمل أسلوبا سرديا، هنا كي المطلوب، مستعمل أسلوبا سرديا يعني تحترم بناء الفقرة، تخلي كروك قبل ما تبدأ الفقرة تكتبها. مغنى بالوصف، يعني باش توصف فيه في برشا وصف، والحوار فيه حوار. اول حاجه نخمم فيها في التحرير متاعي باش نعملها، نخمم في الاطار الزماني والاطار المكاني. اهم حاجه يلزمني نختار اطار زماني او اطار مكاني مناسب للوضعيه اللي انا فيها. مثلا انا كي اخترت الاطار المكاني في بيت صغير بجوار نهر هادئ، ما عليه المكان، كانت جدتي تحكي لي حكاياتها الساحرة، حكايات تجلب معها عبير الماضي. ما معنى تجلب معها عبير الماضي؟ يعني تذكرني أو تذكرني في الماضي وجمال الخيال، يعني تجعلني أحب الخيال. ومن بين هذه الحكايات، من الحكايات اللي حكيتهم لي هذم الكل، كانت واحدة، فما واحدة تبتلج بشخصياتها الخيالية، يعني كانت فيها شخصيات خيالية وأحداثها العجيبة، يعني هي خيالية دائما، يعني القصص الخيالية تبدأ فيها شخصيات خيالية، أحداث خيالية، منعش برشا حاجات خيالية وأحداثها العجيبة. يعني هنا حين أتحدث عن الأحداث العجيبة، يعني أحداث يعني غير واقعية، عجيبة يعني تخليك مبتهر. حكاية عن مملكة الأضواء، هذه حكاية اخترعتها أنا من راسي، معناها هكا خممت عملت حكاية سميتها حكاية مملكة الأضواء. أنت خمم في حكاية أخرى تحب، يعني ديما نخمم في حكاية هكا تجي هكا تستنبط من الخيال أو من عالم الخيال. والآن سوف تشرع في رواية القصة، تبدأ تحكي القصة وكأنك تحكي فيها، معناها تبدأ هكا تخمم وتكتب، معناها هكا تستنبط حكاية من راسك، تبدأ هكا كيفاش نقولوا احنا هكا خيالية وفيها هكا أحداث، هكا يعني أحداث من عالم الخيال. كانت مملكة الأضواء تعيش في قلب الغابات الخضراء. مملكة الأضواء كانت تعيش في قلب الغابات الخضراء، حيث يتداخل الضوء والظلام ليخلق عالما ساحرا من الألوان والأشكال. شوفوا الخيال قديش لازم يكون واسع، يعني شوفوا الجملة هذه خاصة ركزوا لي عليها، يعني حيث يتداخل الضوء والظلام ليخلق عالما ساحرا، الضوء والظلام بعضهم يخلقون عالم ساحر من الألوان والأشكال. هنا كي نحكي في الخيال. وكان ملكها العظيم، ملك متاع مملكة الأضواء، الملك لومينوس. لومينوس اخترعته من راسي، انت اخترع اسم تحب عليه. هنا يعني انت باش توصفه بحاجة من الاثنين، الملك هذا يا بال يعني بالحكم العادل، ويعني انه يعرف كيش يسير شؤون الى غير ذلك، او تقول لي هو ملك غير عادل والى اخره. هنا خيرت اني يعني نوصفه بالعدل الى غير ذلك. يحكم بحكم عادل، يمتلك قوة خارقة للطبيعة تجعله يضيء الظلام بمجرد حركة يده. هذه زاد من الخيال، انت كي يبدا عندك خيال واسع راك باش تعمل اكثر من هكا، تبدا قاري برشا قصص ومطالع برشا قصص باش يكون عندك خيال واسع جدا. لا علينا في الموضوع هذا، نواصل في التحرير. في احد الايام تعرضت مملكة الاضواء لهجوم من قوى الظلام الشريرة التي تسعى للسيطرة على العالم بأسره، على سبيل المثال. وفي وسط هذا الصراع ولد بطلنا الشجاع، الشاب الذي يحمل في داخله النور والأمل، اسمه أريانو.
ريان ولصق دلال ايه ولد اريانو، سميته اريان. تنجم تسمي اي اسم خيالي، فرجت فيه حتى في الصور المتحركة. اريانو بمساعدة اصدقائه ليس الوفيين بل الاوفياء، شق طريقه بين الظلام متحدون ليقفوا في وجه الشر ويحموا مملكتهم. وبين لحظات القتال والتضحية تعلم أريان دروس الشجاعة والإخلاص. هنا بدأ يعني أمهد للتحدث عن العبرة. واكتشف قوته الحقيقية تحت ظلال الظلام. وتو باش نبدا نحكي على العبرة، ولكن العبرة الحقيقية في هذه الحكاية تكمن في رحلة أريان نحو النضوج والتغلب على الصعاب، وكيف أن النور الذي يحمله في قلبه هو ما يمكنه من تحقيق المستحيل وإشغال شمعة الأمل في كل قلب مظلم. يعني أنه كان يعني الجملة هذه وإشعال شمعة الأمل في كل قلب مظلم. وصفنا الأمل بشمعة يعني دائما نحاول أنها نلقو يعني وصف للحاجة بحاجة أخرى، كما هكا مثلا وصفنا الأمل بالشمعة. ملاحظة بربي بين قوسين، أنا راني ما احترمتش بناء الفقرة لأني ما نخدمش بالأورديناتور، هذاك علاش كنش نخدم بالأورديناتور. راني احترمت بناء الفقرة لأني نخدم بالتليفون، هذاك علاش ما نجمش نحترم طريقة بناء الفقرة اللي هو تخلي سطر مش سطر، تخلي كارو معناه مربع في أول ما تبدأ إلى غير ذلك، توا نحدثكم عليها إن شاء الله في فيديو قادم. فهذه الحكاية ليست مجرد قصة خيالية، هنا يعني تحب تنفي الخيال شوية، يعني تنفي الخيال عليه باش تعوض باللي هي درس أو درس حياة نعيشه جميعا، حيث يجب أن نتغلب على الظلام بالنور ونحمل دائما شعلة الأمل والإيمان في قلوبنا، فالنور دائما موجود حتى في أظلم الليالي. محليها الخدمة دائما الأستاذ يركز على الخدمة، وأنا واحدة من الناس دائما أركز مع تلاميذي يعني على الخدمة وعلى المقدمة. يعني يقرأ صحيح الأستاذ يرى والبقية، أما ما يركزش عليه برشا، يركز مع المقدمة والخدمة. أصلا فما الثراء متاع الثراء معناه تاع العبارات التي يقوم بها التلميذ في مادة الإنشاء، اللي الأستاذ متاعه ساعات تكون على ثلاثة نقاط على زوز نقاط في مادة الإنشاء عموما العربية، على ثلاثة نقاط زوز نقاط يعني ثراء العبارات إلى غير ذلك. هذه يعني تكون موجودة في المقدمة وفي الخدمة. يعني إذا كنت تخدم لها موضوع إنشاء كيف ما هيك بصراحة باش تاخذ عليه 19 وشوية فيك.